في محاولة منهم لدخول المنطقة الحكومية المحصنة بالكتل الكونكريتية، يعود المحتجون من جديد للضغط على الحكومة من أجل حل البرلمان الذي يسعى أغلب نوابه لتمرير مرشح الإطار محمد الشيع السوداني، لتصطدم القوات الأمنية مع المتظاهرين الذين حاولوا العبور وتدفعهم للخلف، ما سبب إصابة عدد منهم. الشعب العراقي مطالبة إلغاء جلسة البرلمان، لأن هذا حق الشرعي وحق الشعب العراقي. منذ 20 عاما لحد الآن لا توجد لا خدمات، لا مستشفيات، لا مدارس، كلها غير موجودة في العراق. نطلب من العراقيين الباقين أن يطلعون لأجل هاي الدماء اللي سقطت، وهم جاي يعقدون جلسة على دم بارد، يعني سقطوا فوق 63 شهيد و800 جريح، والحد الآن ما يستحون، ما عندهم ضمير. وداخل قبة البرلمان صوت النواب على استمرار رئيس المجلس محمد الحلبوسي بمنصبه عقب تقديمه طلبا للاستقالة ولأسباب مجهولة، فيما عادوا ليصوتوا على اختيار النائب الأول عقب انسحاب الأخير التابع للكتلة الصدرية. بعد ما فتح نائب الرئيس الجلسة وأيضا مضب الفقرة ثانيا بانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعقب انتهاء التصويت تعرضت المنطقة الحكومية الخضراء وتحديدا بناية البرلمان لقصف بقذائف مدفع الهاون، لتصدر قيادة العمليات المشتركة بيانا قالت فيه بأن الاستهداف سبب إصابة عدد من الضباط العسكريين الذين كانوا يتواجدون في المكان، فيما شوهدت سيارات البرلمانيين وهي تهرع للخروج من المنطقة عقب الاستهداف بدقائق. من بغداد هشام منعم، اليمن اليوم.